من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. عواصف ترابية تضرب عموم العراق، أما حالة الطقس في امتداد فليست تختلف عن العواصف الترابية، فهناك عواصف سياسية تكاد أن تقتلع الحركة إذا استمرت بها حالة الانشقاق. هل هي مؤامرة ضد امتداد التي وصفها الركابي بأنها مارد سيبتلع الأحزاب الفاسدة حسب قوله، أم إن امتداد انحرفت عن مسار تشرين حين وصولها إلى السلطة؟ الأمانة العامة لحركة امتداد قررت إعفاء عضو مجلس النواب علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة في خطوة تصحيحية حسب البيان الذي نشر، نظرا للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية التي وقع بها. يأتي هذا القرار بعد انشقاق 5 نواب من الحركة، وهم كل من داود العيدان، محمد نوري، نيسان الزاير، نداء القريطي، وكاظم الفياض. النواب قالوا أن سبب الاستقالة هو خروج الحركة عن مبادئ تشرين وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها، وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد من قبل علاء الركابي دون دليل. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع. تورط به أعضاء الحركة والسيد الأمين العام يعلم به ويملك الأدلة لإثباته كما يدعي، فلماذا لم يتم الإعلان عنها في حينها، خصوصا وأننا عاهدنا شعبنا على الشفافية والوضوح دائما؟ واللافت للانتباه أن هذه الشبهات والتهم تزامنت مع تشخيص أعضاء الأمان للأخطاء الواضحة والمعترف بها من قبل السيد الأمين. ثالثا، لم يكن لدينا نية الاستقالة مطلقا، لكن بعد أن عجزنا عن التصحيح وذكرنا الأخطاء مرارا في سبيل تصحيحها وجوبهنا بالرفض، بل وتعرضنا للتخوين، قدمنا استقالتنا، كما وتفاجأنا بأن السيد الأمين العام للحركة يتهم أعضاء الحركة بشبهات فساد دون دليل يذكر أو وجه حق. رابعا، نطلب من نطالب الأمين العام بذكر الأدلة وإظهارها للعامة، كما كان شعار الحركة وما زال، الشعب لازم يسولف، وأن تثبت وجود أدلة فساد حقيقية وواضحة وليست مجرد ادعاءات أو خصومات شخصية، فأننا سنكون أول من يقف ضد الفساد والفاسدين. خامسا، الأمين العام أوهم الجماهير بعدم توقيعه للكتلة الأكبر، علما أن هناك نسخة ضوئية في هاتفه لهذه الوثيقة، وقد أظهرها في الاجتماع الأخير الذي جمع الأمانة العامة والمكتب السياسي والكتلة النيابية، وقام بقراءتها لجميع الحاضرين. وهذه الوثيقة تختلف عن الوثيقة الأخرى التي تتضمن 17 شرطا الخاصة بحضور الجلسة والتي هي جلسة السبت. سادسا، لم يكن لدى أعضاء الحركة أي مطامع سابقة أو لاحقة بشغل أي منصب داخل حركة امتداد، سواء في الأمانة العامة أو المكتب السياسي أو الكتلة النيابية، ولم يكن لهم أي مطامع لتولي أي منصب في السلطة، وكان الجميع مستعد للعمل بأي مكان أو مفصل لنجاح هذا المشروع. إن الاستقالة التي ظهرت كانت مشروطة تهدف لتصحيح الأخطاء المشخصة سابقا. سبعة، بعد تقديم الاستقالة المشروطة في يوم 15/5/2022 وإلحاقها بتأكيد على الشروط وإعطاء مهلة للتصحيح ولعدم الالتزام بما قدم إلى الحركة، نعلن استقالتنا من حركة امتداد، وكما نعلن التزامنا بمبادئ تشرين والدماء التي سالت من أجل الحرية. جمهورنا الثالث
الواعي الذي وثق بنا، اعلموا انكم اخترتم نخيلا شامخه، ونعاهدكم اننا سنكون حريصين كل الحرص على مستقبلكم ومستقبل بلدكم، وسنكون صوتكم الثائر تحت قبه الشعب كما وعدناكم، ولن ندخر جهدا في سبيل تحقيق طموحاتكم وتطلعاتكم. 22/5/2022 النواب داود العيدان، نداء القريطي، محمد نوري، نيسان الزايد، كاظم الفياض. هذه ليست الهزة الأولى التي تتعرض لها امتداد، تعرضت في وقت سابق من هذا العام إلى جملة من الاستقالات، ولكن الحركة قللت من أهميتها قائلة أن الانشقاقات التي حصلت غير مؤثرة ولم تحصل في الكوادر العليا من الحركة، وإنما حصلت في بعض المكاتب البسيطة في بعض المحافظات والتي لا تأثير لها. المتحدث باسم حركة امتداد منار العبيدي قال أن الانشقاقات حالة صحية، وأن حركة امتداد مسجل بها أكثر من 5000 شخص بشكل مباشر. عدد من صوت لحركة امتداد أكثر من 300,000 شخص، وهنالك الكثيرين من المنتمين إلى الحركة، وأن هذه الانشقاقات طبيعية. أركابي رد على هذه الاتهامات قائلا ما يلي: الآن تثار شبهة من أطراف عدة، وللأسف بعض الأطراف من داخل امتداد ممن نثق بهم أو كنا نثق بهم، إنه امتداد رايحة مسوية كتلة شيعية وتحالف مع التيار الصدري. مين جبتوا هذا الكلام؟ ليش إحنا ما قلنا في مواقف عديدة إنه إحنا ما راح نتحالف مع أي حزب من أحزاب السلطة؟ ما كنا واضحين؟ منين جبت هذا الكلام؟ يمتى امتداد دخلت بتحالف مع اي جهه؟ هنا نحن نريد نوضح نقطه. يتكلمون والله امتداد مسوي ورقه شيعيه، شنو هاي ورقه شيعيه؟ منين جبت هذا الكلام؟ البلد كله في حاله انسداد سياسي. المحكمه الاتحاديه يقول لك والله اللي يشكل الحكومه، وانا عذر اني شو الوقفه اذا اتكلم شو براحتي. والله الحكومه اللي يشكلها الكتله النيابيه الاكبر عددا. قصة تعريف المحكمة الاتحادية، وشلون يصير هاي الكتلة النيابية الأكبر عددًا؟ مرة جاية بالانتخابات، مرة تتشكل ورا الانتخابات، هاي صار لحد الآن ثلاث تفسيرات تجينا. هذا بدي أتكلم ضمن تأويلات الدستور والقانون العراقي. لكنه يتجي جهات سياسية تؤسس إلى بدعة، هسا مو عرف، بدعة جديدة، إنه والله ما يصير تشكل الحكومة لأن رئيس الحكومة حسب القالب الأمريكي لازم يكون استحقاق شيعي. فما تتشكل حكومة إلا عن طريق كتلة شيعية أكبر، يعني مو كتلة نيابية بالعدد الأكبر، لا لازم تكون كتلة شيعية أكبر. قال أيضا ما يلي: لم أكن أنا صاحب مقترح التصويت على الحلبوسي، بل كان رأي نواب حركة امتداد وأنا تحملت المسؤولية. نواب الحركة الخمسة قدموا استقالتهم وهددوا، أما تحقيق شروط معينة أو الانسحاب من الحزب، يعني يقصد أن للنواب كان شروط ما اقتنع بها سيد علاء الركابي. أنا لم أستلم قرش واحد من المال الحرام، ومن يثبت عليه شبهة فساد في الحزب سنحاسبه بالقانون. أيضا يقول: أنا أول أمين عام في العراق لم يترأس كتلته النيابية، والنائب محمد نوري يجلس في المقدمة وأنا في الخلف، كيف يتم اتهامي بالديكتاتورية؟ وسنضع دماء شبابية جديدة، نضخ دماء شبابية جديدة للحركة في قادم الأيام. إذن للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب السياسي المستقل السيد غسان شبيب. أهلا وسهلا بك سيد غسان. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني بداية ندخل بموضوع أن السيد علاء الركابي يتهم بعض أفراد حركة امتداد أو أعضاء حركة امتداد بأن عليهم شبهات فساد. نعم، هي حضرتك أعتقد أن السيد الركابي يعتاب على أعضاء بشكل مباشر وغير مباشر. بعد أن أصبح نائب في مجلس النواب تغير سلوكياته ومنهجه وطروحاته، وأصبح كل من يقول له رأيا يأخذ مباشرة باتجاه يعني التشكيك
يعني توظيف خطاب يشكك في هذه الشخصية التي تريد أن تطبق النظام الداخلي أو تقول رأيها قد يكون مخالفا للسيد الركابي. فلهذا هذه ليس الأولى التي يعني ليس هذه يعني المرة الأولى التي يقوم بها السيد الركابي بتوجيه اتهامات لمن يختلف معه ويتعجب من داخل حركة الانتداب. طيب هو يقول أنه هذا الوصف هو وصف قريب إلى الدكتاتورية، ويبرر هذا التصرف بأن السيد محمد نوري هو من يترأس الاجتماعات وهو رئيس الحركة وليس على الركابي، يعني هذا تنازل وبعيد عن الدكتاتورية. نعم، بس توضيح لحضرتك حتى يعرف الجمهور والمتلقي، وأنا بعيد كل البعد عن الطرفين، سواء من بقى في امتداد أو من ينشق اليوم وينسحب من امتداد، ولي تحقق على كل الشخصيات التي انشقت اليوم أو البارحة ومن بقى والمتصارعين بشكل عام. لكن أقول كلمة حق وللإنصاف، أولا السيد الركابي هو رئيس الكتلة في بداية الأمر، لكن بعد أن عجز النواب الثمان عن التحدث مع السيد علي الركابي والتواصل معه ومعرفة ما يدور من اتفاقات من تحالفات من توجهات، وكان هو متفرد تماما في هذه التوجهات، عقدوا العزم الخمس نواب أو الستة وجلسوا وقالوا في طريقة ديمقراطية يجب أن نختار رئيس لهذه الكتلة ونائبين ومقرر. والسيد الركابي لم يبقى رئيسا لكتلة الانتداد لأنه حصل على مناصب أخرى، أولها أنه رئيس كتلة تحالف الجيل الجديد، تحالف من أجل الشعب، من أجل التحالف مع الجيل الجديد، أخذ مناصب داخل الحركة اللي هي رئيس مكتب سياسي وأمين عام ورئيس لجنة مفاوضات ولجنة اختيار مكتب سياسي. يعني خليني أقول تقريبا السيد محمد نوري مجرد صورة، وسيد علاء الركابي هو من يتحكم بالقرار الأخير الذي يصدر من امتداد بالخصوص. يعني ولازم أكو توضيح للناس بالنتيجة، أولا الكتلة النيابية هي غير التنظيمات السياسية في حركة امتداد، أكو ناس منتظمين. أولا أن هنالك أربع مرشحين داخل هذه الكتلة، كتلة امتداد هم من المستقلين وليس منتظمين في امتداد، هذا واحد. اثنين أن هنالك خمس أشخاص منتظمين، اثنين من عتم والسيد محمد نور والسيد داود العيدان كانوا في السابق أعضاء مكتب سياسي، وبما أنه هنالك لدى امتداد نصا يقول أنه من يتبنى منصبا في برلمانيا أو مسؤولية رفيعة يخرج من المكتب السياسي ويعود عضوا عاديا ويتبنى أو يستمر في عمله. السيد فلاح والسيد حيدر والسيد علاء الركابي هؤلاء أعضاء في الأمانة العامة وهم نواب، فأكو اختلاف بين المشكلة. يعني مثلا الاتهامات التي طالت النواب المستقلين خرجوا من حركة امتداد، هم خرجوا من كتلة امتداد وليس من حركة امتداد، هم بالأساس غير موجودين. فهذا الكلام والتقاطع غير صحيح. أنا أحب بس أركز على ثلاث نقاط إشكالية سمعت ما طرحه الأخ السيد علاء الركابي، وكان بالمجمل غير صحيح وخاطئ، لأنني أعرف وكنت في يوم من الأيام جزء من هذا المشروع، وكان أول من يتحدث وأكثر من يتحدث في الاجتماعات، وكان متفردا وجافا خاصة بعد أن أصبح عضوا في مجلس النواب، وكان كل الاتفاقيات التي حدثت مع الكتل السياسية كانت لا يطلع عليها أعضاء الأمانة العامة المسؤولين عن قيادة المشروع. أضف إلى ذلك أنه ما يسمى بتشكيل لجنة تحقيقية، أنت أنطتني ضخ من المعلومات، خليني عفني اللجنة التحقيقية نرجع لها، لكن أنت تقول أنه الاتفاقات مع الكتل السياسية لا يعلم بها أعضاء حركة امتداد ويتفرد بها على الركابي بما فيها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب. نعم، يعني مثلا على سبيل المثال انه اول تحالف لحركة امتداد مع الجيل الجديد السادة النواب، هذا التحالف لا يعلم به المسؤول عن إبرام التحالفات والتفاوض المكتب السياسي والأمانة العامة الهيئة القيادية العليا، هؤلاء لم يعلم ولحد هذه الساعة لم يروا ورقة الاتفاق. هذا واحد. اثنين، النواب سبعة من النواب لا بلغوا كأي فرد من الجمهور أن يحضر لإعلان هذا التحالف. وليش قبلوا؟ وحدثت مشاجرات في فندق بابل. أوكي. والجميع يعرف هذا الموضوع، فقط على الركابي ومعه حيدر حبيب السلامي هم من يدركون وطلعوا على الورقة يعني وأجروا هذا التوافقات وهذه الاتفاقيات. التوقيع مع التحالف الثلاثي وهو هذا اللي كسر يعني ظهر كتلة امتداد
هم النواب كانوا غير موافقين وغير يعني معلمين أن هنالك سيتم اتفاق رسمي لكن غير معلن للتوقيع للتحالف الثلاثي. هنالك يعني تفرد واضح، وليس اليوم. أنا شخصيا خرجت من حركة امتداد بعد أن انحرفت وبعد أن تفرد الركابي ومن معه في كثير من الإجراءات وكثير من القرارات الاستراتيجية، بل تسلط على قرارات لا يمكن وفق النظام الداخلي أن يتبناها. أما ما يخص اللجنة التي شكلت، فهذه اللجنة التي شكلت يوم أمس هي لجنة للتحصيل حاصل، نفسهم الذي جمعوا تواقيع لإقالة الأمين العام بعد سماع، يعني قبل 7 أيام حصل اجتماع للأمانة العامة والمكتب السياسي ولكتلة امتداد تناقشوا، وهذا الاجتماع قام يعني صار تقريبا نقدر نقول شيء من الصراعات ومن المخالفات. الواحد يعني الواحد يتهم الآخر انه انت من ارتكبت هذه الاتفاقات وهذه الأخطاء، وعلى هالأساس هذا قدموا ورقة 5 من 6 نواب، يعني 5 نواب من أصل 9 نواب للأمانة العامة بوصفها القيادة العليا للحركة اننا نستمر في العمل لكن بشرط ان يقصى ويحاسب الأمين العام لأنه غير مؤهل، متفرد وغير متمكن ويجري اتفاقات غير صحيحة. والأمانة فعلا عملت بهذا وجمعت تواقيع وجمعت 12 توقيع لكن النظام الداخلي يفرض أن يكون هنالك 14 توقيع من أصل 21 لأن إقالة الأمين العام تحتاج إلى 2 وجر هذا الأمر. لكن نقطة مهمة جدا ليعرفها الجمهور أن النواب 5 الذي كتبوا هذه الاستقالة والشروط لم يعلنوها لأنهم انتظروا أن الأمانة العامة تحقق مطالبهم. نعم عفوا بس اكمل هاي الجزئيه. تفضل جدا. تفضل اني ما حكيت اني كل اذان صاغيه لك. اي هنالك من سرب هذه الوثيقه التي قدمت للامانه العامه من قبل النواب 5 التي اشترطوا بها الاستمرار في العمل ان يطبق النظام الداخلي وان يقال الامين العام للاسباب الاتيه وهي التفرد والاستبداد والاتفاقات الغير معلنه والغاء دور النواب في كتلتهم والتعامل بمفرده. هذه الوثيقه سربت بعد ان عملوا اعضاء الامانه العامه لاقاله الركاب، فسربت وكان بها قصد واضح وصريح. منو مستفيد من هذا التسريب؟ منو مستفيد من هذا التسريب؟ انا اعتقد ان السيد علاء الركاب ومن معاه سرب هذه الوثيقه حتى يمضي النواب 5 بالانسحاب، لان بقائهم يعني انه الامانه العامه ستحاسب الامين العام وعلى الاقل ستلغي أو تعفي من منصب لإدارة الحركة، وهذا لا يقبل بها الركاب لأنه تعود ولا يريد إلا أن يكون أميناً عاماً وفرداً منفرداً عن كل الأخوان الموجودين. يعني اليوم بعد الانسحاب سيبقى على الركاب أميناً لحركة امتداد؟ شكلياً راح يبقى بالنتيجة. هو حتى في خطابه الأخير قال سنأتي بشباب وكأنما قضية بإيده، بمعنى من رفضنا في الأمانة العامة ووقع لاستقالتنا سيخرج مجبرا ونحن سنعوضه. لكن هذا ليس من شأنه، يعني هي عامة يجب أن تعقد بمؤتمر وترشح أشخاص جدد وعلى أساس تختار أمين عام ونرى. بس هو واضح أن الرجل يقول لك الحركة مالتي وأنا راح أبقى، ومن لا يقبل بإدارتي وبقناعاتي وبتفردي فعليه أن يخرج حتى لو كان النظام الداخلي يمنع ذلك. طيب ذكرت أن هناك اتفاقية موقعة مع التحالف الثلاثي، ما هي بنود هذه الاتفاقية بين امتداد؟ طبعا أنا أطلع على هذه الاتفاقية، أنا سمعت يعني قبل أسبوعين أو 3 سمعت أن هنالك اتفاقية، وهذه الاتفاقية غير معلنة مع التحالف الثلاثي من خلال التيار الصدري، لكن ثبت هذا الأمر في اجتماع الأمانة العامة وكما نقل لي ومن النواب ومن أعضاء في الأمانة أنه أثناء الاجتماع وأكده رئيس كتلة امتداد السيد محمد نوري بصريح العبارة أنه السيد الركابي ذهب لتوقيع اتفاقية مع التحالف الثلاثي وأعلنها في يوم الاجتماع التصارحي أمام أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي والنواب بصورة ضوئية. قالوا مين نعم أنا اتفقت لكن هذا الاتفاق مالتي مو أنا رحت، أعضاء الكتلة هم من دفعوني بهذا الاتجاه، في حين هكذا اتفاقيات وهكذا قرارات استراتيجية لا يمكن أن تمضى إلا أن تأخذ يعني صكا أو موافقة من الأمانة العامة المسؤولة عن إدارة الحركة بكامل تفصيلاتها، وأن يدرس هكذا قرار سياسي
في المكتب السياسي حتى يبدي رأيه أنه هذا القرار يصح أو لا يصح. أنا المتحدث ما حضرتش، أنا من كتبت النظام الداخلي ومعظم ثوابته والرؤية السياسية، لهذا أعرف في الصغيرة والكبيرة. طبعا أنت من الأوائل اللي كنت في تأسيس امتداد. أعتقد أنه هنالك يعني مغالطة كبيرة جدا في كلام الأخ العزيز السيد علاء الركابي، وهو اتجه اتجاه خاطئ في ممارساته والسلوك الأخير، رغم أنني أتحفظ كثيرا جدا على الأخوة النواب الخمسة الذي خرجوا مؤخرا، لأنهم لم يتخذوا موقف في سابق عهد عندما قلنا أن السيد الركابي تفرد واتفق وصوت وأخذ الحركة صوت. طيب هو وحدة صوت صامتون. هو وحدة نعم. صوت. إحنا بامتداد عندنا 9 نواب، هل كان الضغط على هذول الثمانية جميعا بالتصويت لمحمد الحلبوسي بالتالي يعني سوى ثورة بجمهور امتداد، ثورة بجمهور تشرين على امتداد؟ يعني شوف، هي واحدة من المغالطات اللي سواها السيد العين العام يوم أمس، بدأ يقول أنه آني ما صوت بس تحملتها الأخوان صوت، آني تحملت المسؤولية، هو يقول في حين الحقيقة اللي سمعتها آني وشفتها بعيني في استجواب الأمين العام عندما كنت قياديا في هذه الحركة وعضوا في أمانتها، قال بصريح العبارة نعم أنا أتحمل كل هذا الأمر واتفقت، وسمعت من أعضاء في مجلس النواب من كتلة امتداد قالوا الرجل تكلم معنا بصريح العبارة أنه يجب أن نصوت، والدليل على ذلك أنه لو فعلا السيد علاء الركابي لم يمضي في اتفاق مع الحلبوس والتصويت له، وكانت القضية إجبارا عليه في يوم الجلسة الأولى كما يدعي، لما التقى السيد الحلبوسي واجتمع معه في داره في قبل يوم أو في ليلة التصويت أو الجلسة الأولى، ولم يجلس مع السيد المشهداني أيضا في تلك الليلة، ولم يجلس مع السيد فخامة الرئيس أو السيد الوزير الأسبق الخارجية السيد هوشير زبار. إذن السيد علاء الركابي صار تفاوضات واتفاقات، ثم بعد ذلك حسن أمره ووجه كتلته داخل المجلس. إذن أضف إلى ذلك عفوا أنه هنالك نائبين في كتلة امتداد من أصل 9، هو السيد فلاح والسيد كاظم الفياض، أحدهم منسحب والآخر باقي الآن. هؤلاء رفضوا التصويت ورفضوا الصعود إلى المنصة، وعندما تعيد تصوير هذا الفيديو ستجد أن هنالك 7 نواب صعدوا، وهؤلاء الذين صعدوا صوتوا بنعم لمحمد الحلبوسي. يعني كل اللي صعد على المنصة من امتداد 7 نواب صوتوا بنعم لمحمد الحلبوسي، هذا الذي يفترض، لكن بعض النواب يقولون صعدنا ولم نصوت، وهذا حقيقة يحتاج إلى تحقيق أو إلى يعني إثبات، لكن بعض النواب، وأنا سمعت من أحد النائبات طيب. العزيزات قالت صعدت مجبورة بعد أن أرادوا أن يقنعوني أنه يجب أن نصوت ليش حتى مجبورة؟ نستطيع أن نعمل داخل مجلس النواب سيد غسان. ولا يقولوا ذلك تعارض. شنو وجه الإجبار؟ شنو وجه الإجبار على نواب 7 أن يصوتوا لشخص ليسوا مقتنعين به؟ وين؟ شوف سيدة العزيزة، السياسة بحر، والسياسة تحتاج إلى عقول ناضجة وقارئة تستقرأ المستقبل وتجيد المناورة والطريق والمبادرة. السادة جميعا هم لا يمثلون هذه المؤهلات، هم ناس بسطاء خرجوا من رحم تشرين لكن لا يمثلون تشرين طبعا، بدأوا يمارسون العمل السياسي بنوع الاحتجاجي، فما عندهم قدرة، غريبين وبعيدين عن العمل التشريعي، لا يعرفون شيء عن العمل التنفيذي في السلطات العليا، لا يجيدون ولا يفهمون ولا يعرفون كيف تدار المفاوضات، فكان هنالك من يلعب في عقولهم وفي عقل السيد الركابي بالدرجة الأولى أن السيد الحلبوسي كرئيس مجلس نواب سيعمل على تقييد وإجباركم وإضعافكم داخل مجلس النواب في إداء واجبكم، هذا طبعا خاطئ. يعني واحدة من الأمور اللي للأسف يعني للأسف واهمين الأخوان بها أنه أنت ما ممكن يعني ما راح يخليك في أحد اللجان، في حين كل عضو مجلس النواب هو من يصعد لمجلس النواب واجبا أن يكون عضوا في أحد اللجان، هذا واحد. ثانيا أفهموهم خطأ أنه أنت ما تقدر تمارس دورك التشريعي والرقابي إذا ما تكون عندك علاقة طيبة مع هيئة الرأسمالية، في حين أنت كنائب واجبك شاء من شاء وأبى من أبى، رئيس مجلس أو حكومة أو دولة بكاملة، أنت عندك هذه الصلاحيات وتمارسها بكامل حريتك. نعم سيكون هنالك ضغط بس أنت دورك تقدر تأخذه، فأفهموهم خطأ أنه يجب أن ترتبوا أموركم حتى تستطيعوا أن تعمل. هذا طرح الداخل ما أعرف، هذا الكلام الذي سمعته من السيد علاء الركابي
في جلسة استجواب سابقة وسمحته مؤخرا من بعض النواب، لكن أنا أعتقد أن هذا الموضوع مو صحيح ومو حقيقي، وكان هنالك من يريد وأن يذهب بعيدا ويعتقد أنه يعمل في السياسة. وأيضا فقدان التوازن، يعني الشخص من شخص بسيط جدا بعيد عن العالم السياسي فجأة ولا أنه هو يتعامل، فممكن قصدك يعني يلعب، ممكن يلعب بعقله. زين، هذا القرب من التيار الصدري ألا يبعد امتداد من جمهورها ويخسرها بالأربع سنوات القادمة عدد كبير من ناخبيها، خصوصا وأن جمهور تشرين حساس جدا تجاه التيار الصدري وحتى الإطار التنسيقي وكل الأحزاب والكتل القديمة؟ هو مو بس التقرب من التيار الصدري، هو التقرب من كل القوى التقليدية، لأنها جميعا اشتركت في قتل المحتجين جميعها دون استثناء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوجيه أو بصمت. بالنتيجة الحكومة التي قتلت العراقيين هي تشكيل ونتاج هذه القوى السياسية، والظلم والانفراد الذي عاشه العراقيون على الأقل ما بعد سقوط النظام البائد هو بسبب هذه القوى السياسية الحاضرة. إذن امتداد أتت لمشروع أن تكون مشروع يعني مناظر ومعارض لهذه القوى، فأي قرب لهذه القوى السياسية يعني أنك خنت المبادئ وأنك خسرت جمهورك، جمهور الوعي والثورة وجمهور القناعة والتضحية. يعني جمهور امتداد حضرتك تعرفين أو لا، وجمهور التغيير هو جمهور لا يطلب خدمات ولا احنا ما عندنا شيء، احنا نريد دم قتلت المتظاهرين ومحاسبة القتلة، قتلت المتظاهرين، نريد نشوف وين مصيرهم، وين ما كانوا، تيار صدري، اطار تنسيقي، كرد، عرب، ما اعرف شنو، وين ما كانوا احنا نريد دمهم. يفترض هذا كان عهدنا مع امتداد، ولذلك راح ارجع شويه بالزمن الى انشقاقك من حركه امتداد وأسألك ما هي القشة التي قسمت ظهر البعير؟ ما هو السبب الأخير الذي أدى بك إلى الانفصال من امتداد؟ حقيقة أنا لم أنشق، أنا انسحبت بقناعة تامة بعد أن عجزت عن تصحيح المسار، بعد يعني حقيقة بعد يوم الأول من إجراء الانتخابات وتحقيق فوز كبير جدا لحركة امتداد. امتداد كانت من التأسيس إلى هذا اليوم تسير في طريق سليم منتظم، في عمل مؤسساتي، في عمل أخوي، في نظام داخلي مطبق بشكل مثالي، في رؤية سياسية حقيقية، في برنامج انتخابي وسياسي صريح مع المجتمع، ومتبنيات كاملة تمثل حقيقة هذا المشروع. لكن حدث الانحراف بعد هذه الفترة، وبدأت يعني بدأ التفرد من الأخ العزيز السيد علاء الركابي، وأخذ يجالس ويلتقي ويفاوض ويتفق دون علم الأمانة العامة ودون علم الكتلة السياسية. انسحاب حضرتك، انسحاب حضرتك سيد غسان، انسحاب حضرتك، انسحاب حضرتك من امتداد سوى صدمة عند جمهور امتداد وجمهور تشرين بشكل عام، خلى هذا بداية الشك بصدق نوايا امتداد، وبداية أيضا لانسحابات كثيرة حدثت من بعدك. رغم كل هذا، المتحدثين باسم امتداد وبعض الأعضاء قللوا من أهمية انسحاب غسان شبيب ومن معه في الأوائل. اليوم أنت كيف تقرأ هذا التصرف؟ حضرتك من الأوائل الذين انشقوا، فاليوم كيف يترجم على أرض الواقع؟ تمام، حلو هذا السؤال، خلينا نوضح بعض النقاط اللي بعيدة عن الناس. أكرر، أنا لم أشق، أنا خرجت منسحبا بعد أن انحرف المشروع. أنا ما زلت مع المشروع لكن اختلفت مع الحزب. الآن ما موجود هو حزب ليس مشروع، لهذا أنا كنت مع المشروع ومؤسس لهذا المشروع وباني وداعم لهذا المشروع وقائد لهذا المشروع، لكن المشروع الآن انتهى فبقى حزب. أنا يعني بعد أن انحرف أصبح حزبا كباقي الأحزاب التي تبحث عن مصالحها الشخصية، فانسحبت. هذا واحد. الموضوع الثاني، ليس هنالك متحدثا رسميا باسم امتداد، ومن والاسماء التي ذكرتها ليس هؤلاء امتحان صفه، يعني لا منار العبيدي، لا دكتور، لا استاذ الدكتور رسول السراي. لحظه
بالنسبه للدكتور رسول السراي كان متحدثا ولم يخرج للقاء واحد، ثم تم اعفائه واعطاء واجبات اخرى. اما السيد الذي ذكرت اسمه منار العبيدي اصلا ليس هو كان مرشحا فقط عن امتداد وليس عضوا، فيما بعد اصبح بعد الانتخابات اصبح عضوا ولا يحق له وفق القانون ان يكون متحدثا، لان المتحدث يجب ان يكون عضوا في الامانه العامه منتخب من الهيئه العامه، يرشحه الامين العام ويختاره بالتصويت اعضاء الامانه العامه، وهاي الصفات كلها لا تنسجم. وعندما يعني اعترضنا اخواني اعترضوا على انه هنالك شخص يخرج في الاعلام تحت عنوان متحدث، اتجهنا للامين العام وفي شجار حدث بيني وبينه نكر انه كلف هذا الشخص، وفهمت فيما بعد انه وصل تليفون لهذا الشخص انه بعد لا تخرج كمتحدث رسمي لان انتهى دورك واحنا كلفناك في وضع مو صحيح مرحلي. هذا واحد. اثنين، القضيه الثالثه انا من اخرجت بعد ان انحرف المشروع، فطبيعي جدا انه الناس المؤيدين لهذا المشروع والمتبنين لمبادئه واهدافه عرفوا من يعني بالنتيجه غسان الشديد او نبيل شنان هم مؤسسين لهذا المشروع وهم قياده لهذا المشروع. اكيد. فكيف لهم ان يخرجوا من المشروع الا اذا كان منحرفا؟ غير هذا انه احنا ما كنا طلاب مناصب، لا رشحنا الانتخابات، لا تبنينا اي منصب او رشحنا لمنصب وزاري او غيره، بقينا فقط نعمل تنظيميا لان عندنا مشروع نريد نقدمه لهذا الوطن، عندنا مشروع مدني وطني حقيقي جامع عابر لكل المكونات والمحاصصه يريد ان يساهم في استعادة المواطنة للمواطن ويحقق عدالة اجتماعية، كان عندنا أن نصل به بعيدا، لكن الأخوان أصروا على إفشال هذا المشروع وحرفه. إذن أكرر على نقطة أيضا أخيرة أنه نحن ليس ضد المشروع، وعندما ننتقد لا ننتقد المشروع، لا ننتقد أفراد وقيادات في هذا المشروع هم يتعاملون مخالفة لمبادئ وتوجهات المشروع. طيب وياي اتصال هاتفي من السيد حيدر الفتلاوي مستشار قانوني. ارحب بك استاذ حيدر. مساء الخير على ضيوفكم الكرام وعلى جميع مستمعي هذه القناة الجميلة. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بك. سيد حيدر، شلون تشوف الوضعية بامتداد حسب رأيك الشخصي والقانوني؟ تفضل. اولا في بعد البدء مساء الخير على جنابك الست الاخت الفاضله ست منى، الرحمه والمغفره والرضوان على جميع ثوار تشرين. امين. هؤلاء الثوار الذي خرجوا هم خرجوا لنصره الوطن. اكيد. وبالتالي لابد على النواب في حركه امتداد ان لا يقوموا بتضيعه الاصوات التي حصلوا عليها. هذه الثوره جاءت بهؤلاء النواب، هذه الثورة جاءت طاحت بالكثير من المفسدين، غيرت نظام الحكم وبالتالي جعلت الجميع يركع تحت اسم مسمى ثورة 20. نحن نتوقع أن القادم أفضل في ظل المؤثرات السياسية والانشقاقات السياسية من ناحية القانون، وهنا أتكلم عن القانون، أن المبدأ السياسي في حالة انشقاقات في أحد الكتل السياسية هو ظاهرة حضارية تنم على وجود أنه أما أن يكون أحد أعضاء هذه الحركة اللي هو متزمت في السلطة وباتخاذ القرارات، يعني يطلع في برنامج قانوني يتكلم عن صوت الجميع، صوت 300,000 صوتوا لهذه الحركة هي حركة امتداد، وبالتالي نجد أن المنظومة السياسية بأمتها هي منظومة متهالكة، لأن ذلك جاء عن طريق الانشقاقات السياسية والتوافقات السياسية التي لا تسري بخدمة المواطن. اليوم نجد أن الكتل جميعها تنضوي تحت مصلحة جمهورها، وهذا ما ليس له سيد حيدر. هذا النظام البرلماني. سيد حيدر، بسؤال سريع، يقول علاء الركابي أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شيعي بقالب أمريكي، هل فعلا قيادة الشيعة للعراق هي قالب أمريكي أم قالب سياسي يفرض علينا من قبل أغلبية شيعية في العراق؟ تفضل. نجد أن سبب فشل ودمار النظام البرلماني هو تدخل الثالوث المشؤوم هو الأمريكي، هذا الثالوث الذي يستخدم الأجندات السياسية الداخلية في الوطن. نعم.
هذه الأجندات هي التي تخطط لما بعد سنوات آتية، أنه كيف يتم نهش الوطن والمجتمع. زين. ونجد أن الجميع من الدول دائما أساس العراقيون يصدرون لنا بأن كون رئيس الجمهورية كردي، رئيس مجلس النواب سني، رئيس الوزراء شيعي، فهذا هو استحقاق انتخابي يجب أن يكون من 2004 لليوم. أختي الفاضلة، اليوم إحنا لو نبدأ استحقاق يحتون، ما يحتون بقالب أمريكي أو في شيء، هو استحقاق. ست، أول شيء إحنا الكونستيوشن، الدستور، منظومة الكونستيوشن، مصطلح الدستور لو نجي عليه، أنه الشعب هو من يختار الرئيس، الشعب من يختار البرلمان. ما نجد اليوم أنه رئيس الكتلة فلان رئيس البرلمان، وفلان رئيس الجمهورية، وفلان رئيس كتلة. هذه الأمر جاءت عن طريق المحاصصة السياسية المقيتة التي تريد بضياع العراق عن طريق استخدام الأجندات السياسية الخاصة بها، وهي موجودة الآن، وهي الآن تعمل بكل استمرار لخلق فوضى عارمة عند الشعب. سيد حيدر الفتلاوي، مستشار قانوني، شكرا جزيلا لك ولمداخلتك الهاتفية. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف المتحدث باسم امتداد، دكتور رسول السراي. أهلا وسهلا بك دكتور رسول. بداية، هل أنت فعلا متحدث باسم امتداد؟ تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. نعم، معكم السؤال رسول السراي، متحدث باسم الحركة. متحدث باسم الحركة. طيب، خليني أسألك عن الانشقاقات التي حصلت، وأن السيد علاء الركابي اتهم أعضاء حركة امتداد أو بعض الأعضاء بالفساد. هل لديكم الدليل القاطع لفساد بعض الأعضاء؟ تفضل. نعم، بداية لم تكن هناك تهمة موجهة إلى أي عضو من أعضاء الحركة، سواء كان بالكتلة النيابية أو أي عضو آخر داخل الحركة. طيب، كان هناك ترويج من قبل بعض الأفراد يعني لديهم معلومات تخص مسألة الاستلام الرواتب والحمايات، يعني مسائل خاصة تخص بعض النواب. صراحة تفتقد هذه الكثير من التفاصيل، وربما لا توجد بها أي أدلة خاصة في تورط أي عضو من أعضاء حركة الانتداب فيما يخص مسألة الرواتب الخاصة بالحمايات، باعتبارها مسألة خاصة صراحة. يعني أنت تقصد أن نواب حركة امتداد وبعض الأعضاء طالبوا بحقوقهم، ولذلك امتداد رفضت أن تعطيهم الأموال المستحقة لهم؟ يعني صراحة هذه المعلومات يعني لا تجي بها أي دلالات حقيقية. كلما وصل إلينا من معلومات تتضمن بعض الشكاوي بعض من أشخاص غير معرفين بحركة الانتداب، وأيضا كان هناك تهم على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقد إلى الاسم الصريح من قبل الشخص الذي يطلق هذه التسميات. الإشكالية التي وصلت حاليا كما قلت أخي العزيزة، أنه هنالك بعض الشكاوي من عدم الانتظام فيما يخص الكتلة النيابية وارتباطها بالأمان العامة والمكتب السياسي. هذا ألقى بظلاله على كثير من القرارات التي صراحة لم تكن بالمستوى المطلوب. هذا كان هو السبب الرئيسي. أما في مسألة التواصل ما بين الكتلة النيابية، ما بين الأخ علاء الركابي كأمين عام، وأيضا كرئيس للتحالف من أجل الشعب، كان هناك بعض التفاوت في وجهات النظر مع بعض الأعضاء في الكتلة النيابية. طيب، حقيقة الأمر لا تعدى اختلاف في وجهات النظر. اختلاف في وجهات النظر أدى إلى انسحاب 5 نواب من حركة امتداد من أصل 9. لا يزال التواصل مستمرا مع كل أعضاء الأخوان الذين أعلنوا استقالة. يعني ممكن نشوفهم يرجعون يتراجعون عن القرار؟ يعني صراحة هذا كان توجه ليس فرديا من قبل بعض النواب. أي؟ كان أيضا من قبل بعض الأعضاء في الحركة الذين ارتأوا على أنه يجب أن يكون هناك عملية تغيير في بعض الرئاسات الخاصة، سواء كانت رئاسة الكتلة النيابية أو حتى الأمانة العامة. هل امتداد اليوم متماسكة؟ هذه حالة سطحية وديمقراطية، وأيضا هناك مكاشفة كاملة في كل الحركات التي
قامت بها. لا هي متماسكة أو لا؟ هذا أيضا يعتبر أيضا منطلق قوة، باعتبار أننا في هذه الحالة لا نخفي أي أسرار لدينا، وكذلك واضحين تماما في توجهنا. طيب سيد علاء الركابي سيستمر كأمينا عاما لحركة امتداد؟ الرجل بادر بأنه قال أنه مستعد لتقديم استقالته وقدمها إلى الأمانة العامة، لكن نكون واضحين، هناك الكثير من أعضاء الأمانة يرون بالأخ علاء الركابي هو رمزا من رموز الحراك التشريني، ويرونه ركيزة أساسية من أجل بقاء الحق. لكن مع هذا هناك أيضا تباحث داخلي داخل أعضاء الأمانة وأيضا مدراء المكاتب من أجل التوصل إلى قرار ربما يخضع إلى التصويت. طيب هل سنشهد في الأيام القادمة قرب من امتداد إلى التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة؟ أعتقد أن كل أعضاء الحركة سواء كانوا في الكتل النيابية أو الأعضاء الآخرين يرون بأنه لابد من الاستمرار بالمبدأ ذاته الذي انطلقوا منه، وهو أنه لا يؤمنون بالمحاصرة. طيب. أو توزيع المقاعد التي احتاجت الحكومات السابقة عليها. طيب. بالمختصر لن تكون هناك تحالفات مع الكتل التقليدية. لن تكون هناك تحالفات، لكن هناك اتفاقيات. الدكتور رسول السراي المتحدث باسم امتداد، شكرا جزيلا لك. أرجع لك سيد غسان شبيب وأسألك بتوقعاتك وبقراءتك للمواقف اليوم من امتداد ومن غيرها، هل سنشهد بالأيام القادمة تقاربا من امتداد مع التحالف الثلاثي؟ نعم، لا شك هو التقارب حدث، يعني ليس حديثا، ما راح نشهد بالنتيجة، احنا شهدناه زين قبل اكثر من شهر. تقارب موجود، تحالف موجود، وان كان غير معلن ببعضه، واعتقد حضرتك وجميع المؤسسات الاعلاميه طلعت على قضيه الاسبوع 17 شرطا الذي هو اساس الاتفاق والتقارب مع التحالف الثلاثي، وهنالك جلسات واتفاقيات قد لم يعلن عنها، اعلنها السيد رئيس كتله امتداد محمد نوري، وتكلم قد نشهد تحالف لتكوين ورقه شيعيه، تحالف معلن. بس لحظة، بس أوضح قضية، السيد محمد نور رئيس كتلة امتداد تكلم عن اتفاق رسمي لكن غير معلن وبصورة ضوئية، يعني أخرجها الأمين العام لحركة امتداد يعني لمشاهدتها من قبل الأمانة العامة. أما تحالف شيعي، أنا شخصيا أرفض هذه المسميات ولا أعتقد بها، وعدو وخصم لكل من يدعي أنه يمثل المكونة خاصة في الشأن السياسي، وأتمنى أن يكون رئيس الوزراء، بل نعمل ومنذ أكثر من 15 عام نتظاهر ونحتج ونعمل في السياسة حتى يكون هنالك رئيس الوزراء ليس شيعيا بل عراقيا وبقالبا وطنيا، وهذا المنطق المتخلف وهذا المنطق الرجعي وهذه الرؤية الضيقة التي ينادي بها سواء من الأحزاب التقليدية أو من تبوأ اليوم وأصبح سياسيا ويتكلم باسم مجموعة وبأصوات أفراد مجتمع كانوا ينادون بالدولة المدنية التي تحترم أبنائها وتعزز روح المواطنة، هؤلاء لا يستحقون، وهم خصوم لكل نفس وطني ولكل شخصية ثورية تشرينية تأبى أن تنجر لهذه المسميات ولهذه المكونات. أما حضرتك تتكلمين عن قضية تشكيل كتلة شيعية، لا أعتقد أن كسر العظم حدث ومضى عليه، والتيار لن يلتقي بالإطار، وهم مستمرين في هذا العمل، قد يصلون إلى اتفاق غير مباشر لتشكيل حكومة تشبه حكومة الكاظمي بهذا العنوان، إنها مستقلة لكن هي بالحقيقة تابعة ومتفق عليها من قبل هذه الكتل السياسية، أو نصل إلى اتفاق لا لقاء إلى نهاية العام ليكون هنالك حل لمجلس النواب وانتخابات مبكرة، نعم، يعاقب بها الطرفين، والطرف الثالث الذي صعد حديثا إلى العملية السياسية ولا مجلس النواب ولم يلتزم ولم يحفظ وعوده، أمثال السيد علاء الركابي وآخرين من الذين ادعوا أنهم مستقلون وعرضوا برامج انتخابية تعهدوا بها أنهم سيكونون معارضين. السيد غسان شبيب السياسي المستقل، شكرا جزيلا لوجودك معي، شكرا لكم مشاهدينا، ألتقيكم غدا إن شاء الله.